يومياً بينزل آلاف من ألعاب الموبايل. في دراسة كشفت أنه بعام 2020 نزل فوق 957 ألف لعبة موبايل على الآيفون لوحده. فمع كثرة الألعاب هذه الواحد يحتار إيش يحمل وإيش يترك. مثل ما بتعرفوا ما نقدر نحمل كل الألعاب، الموبايل في ساعة تخزينية محددة ولازم نختار الألعاب بعناية. وسوينا عدة فيديوهات في القناة عن أفضل ألعاب الموبايل، بس بهذا الفيديو رح نتكلم عن أهم خمسة ألعاب موبايل موجودة في موبايلي أنا ولازم تكون موجودة عنكم كمان. إنه هذه الألعاب ما بصير تمسحها من موبايلك أبداً، لا خلاص دائما موجودة أساسية، مهما نزلت ألعاب جديدة ما تمسحها. فمعكم بشار كيال أو بشار كيكي من قناة جي كي تي في، ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. في المرتبة الخامسة عنا لعبة سوبر ماريو رن. هذه اللعبة حملتها على موبايلي من أول ما نزلت وإلى الآن مخليها ومستحيل أمسحها يوما ما، لأني أنا بكل صراحة من مواليد التسعينات وسوبر ماريو كنت ألعبها بشكل جدا كبير وأنا صغير. فلعبة سوبر ماريو رن جدا شبيهة بلعبة سوبر ماريو الكلاسيكية اللي كنت ألعبها وأنا صغير، وفكرة أنه هذه اللعبة موجودة في موبايلي أقدر ألعبها في أي مكان شيء جدا رهيب صراحة. هذا غير أنه اللعبة فيها تنويع بشكل جدا كبير، يعني صحيح ان مبدأ اللعب شبيه بلعبة سوبر ماريو الكلاسيكية بس فيها عدة مراحل بأجواء وطرق لعب متنوعة، فهذا الشيء بيخليني ما أمل من اللعبة أبدا وأقدر ألعبها في أي مكان، إذا كنت برا البيت في الباص عم بستنى موعد معين بطلع موبايلي وبلعب اللعبة، بس للأسف تتطلب اللعبة اتصال بالإنترنت. فلعبة سوبر ماريو ران هي من أحد أهم الألعاب على موبايلي واللي مستحيل أمسحها. في المرتبة الرابعة عنا لعبة ماينكرافت. أظن معظمكم اللي قاعدين تشوفوا الفيديو الآن لعبتوا ماينكرافت ولو لمرة على الأقل في حياتكم. اللعبة فيه كثير أشياء فينك تسويه فيها، يعني مثلا إذا بدك تلعب قصة اللعبة فينك تلعب هذا الشيء، إذا بدك تلعبها مع أصحابك وتسوي تحديات وكذا كمان تقدر، وإذا ودك تلعب لوحدك وتدخل طور الكرياتيف وتبني عمارات وأجسام رهيبة فأيضا تقدر تسوي هالشيء. فعشان كذا بكل صراحة لعبة ماينكرافت دائما موجودة على موبايلي، لما أكون برا البيت وشعر بالملل فيني أفتح ماينكرافت أدخل طور الكرياتيف وأقعد أعمر وأبني أشياء رهيبة بس عشان أمشي فيها الوقت. والشيء الرهيب أنه اللعبة ما تحتاج اتصال بالإنترنت، يعني فقط حملها مرة واحدة ولو كنت برا البيت وما عندك إنترنت فينك تفتح وتلعبها. طبعا في بعض أطوار اللعبة يتطلب منك اتصال بالإنترنت، بس طور الكرياتيف مثلا اللي تكلمت عنه ما تحتاج فيه إنترنت أبدا. فماينكرافت هي أحد أهم الألعاب على موبايلي يلي ما أظن أمسحها يوما ما. في المرتبة الثالثة في لعبة مستحي اني اقولها بكل صراحة ويعني شاعر بالندم، بس يعني هذه الحقيقة، واللي هي لعبة Clash of Clans. ادري الحين عدد منكم رح يعطي الفيديو ديسلايك ويطلع، بس اسمعوني، مبدأ لعبة Clash of Clans جدا ممتع، واللي هو بتبني قرية، بتبني جيش، بتجمع موارد، بتبني دفاعات. هل نوع من الالعاب اللي يحتاج استراتيجية أظن كلكم لعبتوه يوما ما في حياتكم. أنا وصغير كنت مدمن على لعبتين استراتيجية، واحدة اسمها إيكاريوم والثانية إترافيان، لعبتهم لفترة جدا طويلة بعدين تركتهم ورحت على كلاش أوف كلانس، لأنها نفس مبدأ الألعاب هذه تعتمد على الاستراتيجية وممتعة وموجودة في موبايلك وتقدر تلعبها بأي وقت، وإذا تعمقت في اللعبة تقدر تدخل كلانات وتشن حروب على كلانات ثانية ويصير اهتمامك باللعبة جدا عالي. بس مشكلة هاللعبة للأسف هو الدفع، اللعبة واضح انه فيها pay to win اللي هو انك تدفع فلوس عشان تصير اقوى، فهذا العيب الوحيد في اللعبة، وعشان كذا قلت لكم في بداية المرتبة انه يعني مستحي اقول هاللعبة، لانه معروف معظم الناس اللي بيأدمنوا على لعبة Clash of Clans مع الوقت بيدفعوا فلوس حقيقية عليها. انا بالنسبة لي ما دفعت عليها فلوس ابدا. فلعبة Clash of Clans موجودة على موبايلي دائما، متى ما حسيت بالملل بفتح اللعبة وبسوي غزو على كم قرية، بحمي قريتي، ببني دفاعات كويسة، يعني لعبة ممتعة تلعبها كل فترة. وعلى سيرة Clash of Clans عنا أيضا لعبة Clash Royale اللي من نفس الشركة وجدا شبيهة بكلاش اوف كلانز، بس نظام اللعب مختلف فيها واللي هو بتلعب ضد شخص ولازم تدمروا أبراج بعض، كمان لعبة ممتعة وبخليها موجودة على موبايلي دائما.
في المرتبة الثانية عنا لعبة كاندي كراش، وأدري الآن معظمكم مستغرب أنه أنا يلي مختص في الألعاب وأقيمها وأسوي لكم فيديوهات توب 10 في الأخير أحمل لعبة كاندي كراش على موبايلي. الجواب إيه، لأن بكل بساطة لعبة كاندي كراش لعبة جدا جدا بسيطة، وأحيانا لما أكون برا البيت في السيارة أو الباص أو قاعد أنتظر موعد أبي لعبة بسيطة، أبي لعبة ألعبها بدون تفكير، خلص فقط أفتح اللعبة وأجمع الألوان والرموز مع بعض، يعني لعبة ما تحتاج أي تفكير أو أي جهد عقلي. وأظن كلنا نحتاج لعبة نفس كده، مو لازم كل لعبة تلعبها تكون مركز فيها وشاد أعصابك، لا أحيانا نحتاج لعبة تكون كذا فقط نفتحها ونضيع وقت بدون لا نبذل أي جهد. فلعبة كاندي كراش هي من أشهر الألعاب البسيطة واللي أظن معظمكم لعبها يوم ما في حياته. قبل أن نبدأ بالمرتبة الأولى عنا لعبة أو نوع ألعاب يستحق الذكر، بس ما أقدر أحطها في القائمة لأنه هم عدة ألعاب بس كلهم شبيهين في بعض، واللي هم ألعاب البطاقات. على عكس كاندي كراش، ألعاب البطاقات تحتاج تفكير وتحتاج تشغل عقلك وتستعمل استراتيجيات عشان تفوز، وجدا متنوعة. يعني مثلا في عندك لعبة أونو، عندك ألعاب الشدة، في عندك ألعاب يوغيو، بوكيمون، هيرستون، وكثير ألعاب ثانية. أنا بالنسبة إلي كنت مدمن على لعبة بطاقات اسمها جوينت، واللي هي لعبة بطاقات تابعة للعبة المشهورة ذا ويتشر، وكل ألعاب البطاقات موجودة على الموبايل بشكل مجاني. فأنت شوف شو في لعبة بطاقات تستهويك وحملها على موبايلك وخليها دائما عشان إذا حسيت بالملل برا البيت وتبي لعبة تستعمل فيها عقلك وتركز فيها فتفتح لعبة بطاقات وتلعبها. في المرتبة الأولى عنا لعبة Call of Duty Mobile. أوكي أدري الحين حد رح يقول أني أنا متحيز لCall of Duty عشان كذا حطيتها وما حطيت PUBG أو Free Fire، والجواب إيه صراحة متحيز لCall of Duty نوعا ما، بس مو بس عشان كذا، باقي ألعاب الشوتر التركيز بيكون فيها دائما على الباتل رويال، باقي الأطوار تكون فرعية وعدد كبير من اللاعبين ما يلعبها، على عكس Call of Duty Mobile اللعبة فيها ثلاثة أطوار وكل طور بيعطيك تجربة مختلفة عن الثاني. عندك الباتل رويال اللي تدخل وتلعب وتحاول تجيب المركز الأول، عندك الملتي بلاير واللي هو أكثر جزء ممتع اللي هو فينك تدخل أي ماب في تاريخ Call of Duty كلها موجودة على نسخة الموبايل وتلعب Search and Destroy، Team Deathmatch، وعدة أطوار ممتعة في الملتي بلاير. وأيضا عندك الزومبي، إيه تقدر تفوت تلعب زومبي وتوصل راوندات، فحرفيا ثلاثة ألعاب في لعبة واحدة اللي هي Call of Duty Mobile. وأنا كشخص لعبت جميع أجزاء Call of Duty وأدمنت عليها، ففكرة أنه في لعبة Call of Duty فيها تقريبا معظم الأسلحة والخرائط الكلاسيكية وموجودة على موبايلي أقدر ألعبها في أي مكان، هذا الشيء جدا أسطوري. طبعا اللعبة للأسف تحتاج اتصال بالإنترنت، فهذه العيب الوحيد صراحة اللي شايفة باللعبة، بس إيه Call of Duty Mobile موجودة على موبايلي، كل ما أكون برا البيت وأحس بالملل لازم ألعبها ومستحيل أمسحها، مع أن للأسف اللعبة بتاخد مساحة جدا كبيرة من الموبايل. فأي شباب هالفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشتركوا في القناة، شاركونا بالتعليقات إيش هي الألعاب المهمة بالنسبة لكم يلي مستحيل تمسحوها من الموبايل. وبس كان معكم الشركيال بشركة كي، شوفكم في فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.